ما الرابط بين فيلسوف إغريقي قديم وقائد كويكري من القرن التاسع عشر وعلماء حائزين على نوبل؟ رغم تباعدهم عبر 2400 عام من التاريخ، ساهم كل منهم في الإجابة عن السؤال الخالد: ما هي مادة الأشياء؟ قرابة عام 440 قبل الميلاد، قدم ديموقريطس فكرته الأولى بأن العالم بأسره يتألف من جزيئات متناهية الصغر تحيط بها مساحات فارغة، وتكهن بأنها تتنوع في الحجم والشكل بحسب المادة التي تكونها. أطلق عليها اسم أتوموس، وهي كلمة يونانية تعني غير قابل للتجزئة. عرض فلاسفة عصره الأكثر تأثيراً أفكاره. أرسطو على سبيل المثال رفضها جملة وتفصيلاً، مدعياً أن المادة تتألف من أربعة عناصر: الأرض والهواء والماء والنار، وتبعه أغلب العلماء لاحقاً. بقيت الذرات طي النسيان حتى عام 1808، حينما قرر المعلم الكويكري جون دالتون تحدي نظرية أرسطو. على عكس نظرية ديموقريطس بشأن الذرة، بيّن دالتون أن المواد الشائعة تتحلل دائماً إلى عناصرها بنسب ثابتة، واستنتج أن المركبات هي تجمعات لذرات عناصر متباينة، كل بحجم وكتلة خاصين، لا تخلق ولا تفنى. ورغم نيله تكريمات عديدة، إلا أن دالتون الكويكر عاش حياة بسيطة حتى مماته. أصبحت النظرية الذرية مقبولة الآن في الأوساط العلمية، لكن التقدم الكبير التالي لم يأتي إلا بعد ما يقرب من قرن من الزمان، مع اكتشاف الفيزيائي جي جي تومسون للإلكترون عام 1897. فيما يمكن أن نسميه نموذج كعكة رقائق الشوكولاتة للذرة، أظهر تومسون الذرات ككرات متراصة بانتظام من مادة موجبة الشحنة مملوءة بإلكترونات سالبة الشحنة. نال تومسون جائزة نوبل عام 1906 بفضل اكتشافه للإلكترون، غير أن نموذجه للذرة لم يصمد طويلاً، ويعود الفضل في ذلك لامتلاكه طلاباً شديدي الذكاء، ومنهم إرنست راذرفورد الذي بات يعرف بأبي العصر النووي. في سياق دراسته لتأثير الأشعة السينية على الغازات، ارتأى راذرفورد لفحص الذرات عن كثب، فقام بإطلاق جسيمات ألفا صغيرة موجبة الشحنة على رقاقة ذهبية. حسب نموذج تومسون، لم تكن الشحنة الموجبة المنتشرة للذرة كافية لصد الجسيمات في مكان واحد، لكان التأثير أشبه بكرات تنس تخترق شاشة ورقية رفيعة. لكن بينما عبرت غالبية الجسيمات، ارتد بعضها كلياً، مما يشير إلى أن الرقيقة كانت أشبه بشبكة سميكة ذات فتحات واسعة جداً. استنتج راذرفورد أن الذرات تتألف من فراغ وبعض الإلكترونات، بينما تتركز الكتلة بمعظمها في النواة المركزية. اجتازت جسيمات ألفا الفجوات، لكنها ارتدت عن النواة الكثيفة موجبة الشحنة. لم تكتمل نظرية الذرة حينها، ففي عام 1913 وسع نيلز بور أحد طلاب تومسون أيضاً نموذج راذرفورد النووي. بالاعتماد على أعمال ماكس بلانك وألبرت أينشتاين السابقة، افترض بور أن الإلكترونات تدور في مدارات محددة حول النواة بطاقات ومسافات ثابتة، ويمكنها الانتقال بينها دون التواجد في الفراغ البيني. سيطر نموذج بور الكوكبي، لكنه واجه تعقيدات لاحقاً، فقد أظهرت التجارب أن الإلكترونات تتصرف كموجات إلى جانب كونها جسيمات، فلا تتقيد بنقطة معينة في الفراغ. وبصياغته لمبدأ عدم اليقين الشهير، بيّن فيرنر هايزنبرغ استحالة تحديد كل من الموقع والسرعة الدقيقين للإلكترونات في أثناء حركتها حول الذرة. نشأت فكرة أن الإلكترونات لا يمكن تحديد موقعها بدقة، بل تتواجد في نطاق من الاحتمالات النموذج الكمية الحالية للذرة. إنها نظرية رائعة ذات تعقيدات جديدة لم تفهم تداعياتها بالكامل بعد. رغم تطور فهمنا للذرات، تظل حقيقتها الأساسية قائمة. لنحتفل بانتصار النظرية الذرية ببعض الألعاب النارية. عندما تنتقل الإلكترونات بين مستويات الطاقة حول الذرة، فإنها تمتص أو تحرر طاقة على شكل أطوال موجية ضوئية محددة، ما ينتج عنه كل الألوان البديعة التي نراها. ويمكننا تصور ديموقريطس يشاهدها وهو سعيد، لأنه وبعد قرون كان رأيه صائبا طوال الوقت.
هل أنت مستعد لمواصلة التعلم؟ شاهد مقاطع الفيديو هذه إما لتحدي ما تعتقد أنك تعرفه أو لمعرفة المزيد عما لا تعرفه. اشترك وكن فضولياً.